لطالما تم سرد تاريخ الحرب على أنه تجربة خاضها الإنسان فقط، لكن غالباً ما وجد إلى جواره أبطال منسيون مجهولون صامتون كرسوا للتضحية، يملكون أربع أرجل أو ريشاً أو قروناً. تبع الملايين منها الإنسان إلى قلب الحروب، على الأرض، في البحر أو في الجو، من دون خيار تم جرها إلى معارك لم تكن معاركها. لعبت الحيوانات دوراً أساسياً وعانت وتمت التضحية بها أو تقديمها كرمز، على الرغم من أن تجاربها امتدت طيلة فترة القرن العشرين. غالباً ما بقيت قصصها مدفونة بشكل سري في الأرشيف، مخفية في غياهب التاريخ. اليوم لم تعد الأحصنة تشارك في الصراعات التي تنشب في العالم، وبخلاف المعتقد الشائع آخر استخدام حقيقي لها يعود إلى حرب يخطئ الجميع باعتقاد أنها كانت حرباً آلية بالكامل. كانت الحرب العالمية الثانية حرباً معاصرة لعب فيها التقدم الصناعي دوراً كبيراً، لكن كان للحيوانات مكان مهم أيضاً مع الجيوش المنخرطة في الصراع. تشير بعض المصادر إلى أن أكثر من 30 مليون حيوان رافقت الرجال والنساء خلال الصراع، تقريباً ضعف الرقم الذي كان في الحرب الأولى. عندما دخلت ألمانيا الحرب، ورغم مئات آلاف السيارات التي استخدمتها قواتها، إلا أنها اعتمدت بشكل كبير على الأحصنة. عندما تفكر في الحرب العالمية الثانية، تفكر في الطائرات والدبابات، وفي الواقع كان الأمر كذلك. لكن عندما اجتاح الجيش الألماني فرنسا، كانت الطائرات والدبابات في المقدمة، لكن خلفها كان القطار بأكمله، كل وسائط النقل، وكان هناك الكثير من الأحصنة، وانطبق الأمر نفسه على الجيش الفرنسي، إذ كانت أفواج سلاح الفرسان لا تزال موجودة في الجيش الفرنسي. في بداية الحرب، كانت آمال هتلر كبيرة جداً، وكان من أهمها الحصول على الحصان المثالي، كمثال عن تصوره الخاص للعرق الآري. قام النازيون باختطاف الأحصنة في كل أنحاء أوروبا لتهجينها وإيجاد ما اعتبروه رمزاً للنقاء العرقي. كان لدى ألمانيا العديد من أفواج الفرسان، إذ بدأت الحرب مع أكثر من 500,000 حصان، ومن ثم استخدمت أكثر من 2,000,000 بالمجمل، أكثر بكثير من أي معدات آلية. كانت الخيول المسؤولة عن النقل الأساسي للمعدات، إذ اعتمدت القوات الأرضية للرايخ الثالث على القوة الحيوانية بنسبة 80% في خدماتها اللوجستية. إضافة إلى الأحصنة، كان هتلر مولعاً بالكلاب، وكان لدى جيشه منذ البداية تقريباً 200,000 كلب مدرب، بينما لم تملك فرنسا أو بريطانيا العظمى أياً منها تقريباً. كانت تستخدم عادة كلاب حراسة أو مراسلة. احتفلت الحملات الألمانية على نطاق واسع بنجاح مهام كلابها، كما قام الرايخ الثالث بتقديم عدة آلاف منها إلى حليفيه الإيطالي والياباني. وعندما تم إبلاغ هيئة الأركان العامة للحلفاء بالعدد الكبير للكلاب الألمانية وفهموا الفائدة من استخدامها، ازدهرت مراكز التجنيد والتدريب قليلاً في كل مكان في فرنسا وبريطانيا. تم تجنيد الكلاب بأعداد كبيرة، دربت الولايات المتحدة قرابة 40,000 كلب فور انضمامها إلى الحرب. ثم وبسرعة وضعت جمعية كلاب الدفاع الوطنية 125,000 كلب في خدمة الجيش الأمريكي. تم تدريبها كجنود وصقل مقدراتها وإعدادها لمختلف المهام المحتملة، ككلاب مراسلة أو كلاب حراسة أو كلاب تعقب، إذ كانت تتمتع بسجل عسكري وأصبحت بشكل تدريجي مؤهلة كالجنود. يتألف الفريق من المدرب والكلب،
لا يمكن فصل هذا الثنائي. وما يجعل استخدام الكلب ممكناً هو العاطفة التي يحملها الكلب لسيده، فإن أطاع الكلب فهو يفعل هذا لسيده وليس لأجل فرنسا. من جانب الحلفاء، تطورت العلاقة مع الحيوان بشكل واضح منذ العام 1914، وتم فهم أهمية الشراكة بين الإنسان والحيوان. الطريقة الوحيدة لزيادة فعالية الحيوان وتحويله بشكل فعلي إلى كلب حرب. لا يمكن الاستغناء عن الكلاب لأنها تتمتع بحاسة شم لا يمكن استبدالها بالآلات. إنها حاسة قام البشر باستغلالها لجعل الكلاب تنجز المهام. علينا أن نتخيل أن الكلاب تعيش في محيط من الروائح، بالنسبة إلينا نحن في غرفة، هناك أناس بالنسبة إلى الكلاب هناك رائحة عدة أناس، رائحة الأثاث في الغرفة، رائحة ما يأتي من الخارج، وهي تتقن هذا كما نتقن الرؤية. عندما نتمكن من الوصول إلى هذا الأداء الحسي، لن نعود في حاجة إلى الكلاب بعد ذلك، لكن هذا مستحيل الآن. تطلب الأمر حربين حتى يدرك الإنسان قدرات الكلاب الحقيقية ويتمكن من استخدامها. بعد التردد في الحرب الأولى، واصلت العلاقة بين الإنسان والكلاب التقدم خلال الحرب العالمية الثانية، وكان من الواضح أن هذه الشراكة كانت بالغة الأهمية، بحيث أصبحت الكلاب حيوانات عسكرية حقيقية. تملك فرنسا الآن أضخم مربع عسكري في أوروبا وأحد مراكز التدريب الأساسية لمربي الكلاب، مكان مميز حيث لا تزال المعرفة المكتسبة على مدى قرن تقريباً قيد التنقيح. انخفض، ابقى. العريف إنزو، وحدة تدريب الكلاب، مدرب الكلب نيلكس، رقم 3437 تحت إمرتك أيها النقيب. انخفض، ابقى. توقف، أول تحذير، احذر الكلب نيلكس، هاجم. توقف، إلى الخلف. نقوم بتقييم المستوى التقني للفريق، أو ببساطة إن كان الكلب يطيع الأوامر، إن كان هادئاً أو اجتماعياً. لدينا تمارين الرد والدفاع، وهناك الجزء الشمي الذي يتم معظم العمل فيه ليلاً. هذا هو الطريق الإلزامي لمدرب الكلاب. إن لم يملك المستوى الأدنى في مجال الحراسة، لن يكون قادراً على الانخراط في العمليات الخارجية، لأنه لم يكتسب المهارات التقنية المطلوبة بعد. اليوم عندما تكون الكلاب وأسيادها هذا الرابط المتين، من الصعب علينا تخيل كيف استغل الإنسان هذا الرابط في حربه ضد الرايخ الثالث. في العام 1935 تم تجنيد وحدات من الكلاب المتصدية للدبابات بشكل رسمي في الجيش السوفيتي. تم جعل الكلب يحمل لغماً ليرميه نحو الهدف، حيث يطلق شحنة متفجرة بأسنانه قبل أن يعود مجدداً إلى سيده. تم تدريب هذه الكلاب لتركض أسفل الدبابات، لأنها تعلمت أنها إن عبرت أسفل الدبابة فستجد الطعام وراءها. أمام الفشل المتكرر للعملية التي كانت شديدة التعقيد على الحيوان، تم اختيار مهمة أبسط وأشد قسوة. وجدت الكلاب المتصدية للدبابات استخدامها الأساسي في ستالينغراد
عندما كان على الاتحاد السوفيتي مواجهة تقدم القوات الألمانية على الجبهة الشرقية أمام الدبابات في منتصف أنقاض المدينة، أطلق الروس ما أسماها الألمان من قبل بالكلاب المتفجرة. القيام بالتدريب في زمن السلام والتطبيق في زمن الحرب ليس الأمر نفسه مهما قمت بتعويد الكلب. الرصاص والتفجيرات والرائحة والصراخ، رائحة الدم، عوامل مؤثرة غير موجودة في التدريب. لذا حتى الكلاب المتفوقة في التدريب ليس بالضرورة أن تحقق النجاح في المهمة المطلوبة منها في ظروف الحياة الحقيقية. لحماية أنفسهم من هذا الخطر الغريب، طلبت هيئة الأركان العامة الألمانية من سائق الدبابات إطلاق النار مباشرة على أي كلب يرونه، خشية أن يطبق الكلب ما نسميها الآن بالمهمة الانتحارية وينجح في إطلاق حمولته من المادة المتفجرة أسفل الدبابة. من ضمن 30 من الكلاب التي تم إرسالها في أول هجوم، لم تتمكن إلا 4 منها من تفجير القنبلة أسفل الدبابات الألمانية، وعادت أخرى إلى مدربيها مسببة الضرر لجيشها. استغل الألمان هذا الفشل بشكل واسع قائلين: يرفض الجنود السوفييت القتال ويرسلون الكلاب للقتال عنهم. كانت الحيوانات حاضرة بوضوح، لكن تم تجاهلها في الأخبار، خصوصاً في حرب الغرب ومن الصورة العامة. لكن على سبيل المثال، استخدم الجيش البريطاني الحمام الزاجل خلال الحرب العالمية الثانية أكثر مما استخدمه في الأولى. في النهاية، الجيش الوحيد الذي بدأ بتحسين الآلية هو الجيش الأمريكي. أصبحت الحرب صناعية، وبدأ يخف وجود الحيوانات فيها تدريجياً، فقد اقتصر استخدامها على تأمين الوصول إلى أماكن معقدة حيث تشكل التضاريس مشكلة. سيشهد الريف الإيطالي آخر استخدام حقيقي للخيول. لم تكن الخيول بل البغال التي لعبت دوراً أساسياً في منطقة جبلية حيث كانت جيوش التحالف تعاني، وهكذا دخلت تاريخ الحرب العالمية الثانية. دير مونتي كازينو الذي سيطر عليه الألمان كان يقطع الطريق إلى روما، فشلت 3 هجمات للتحالف، وعلى الرغم من التفجيرات الهائلة والاستعداد العسكري المكثف، فقدوا 54,000 رجل. خطرت للجنرال جوان فكرة إرسال القوات المغربية وبغالها للاستيلاء على القلعة من موقع كان يعتبر منيعاً. لا يمكن الاستفادة من الأحصنة كثيراً في جبال الألب، حيث لا تجيد تسلق المنحدرات الحادة، أما البغال فهي أكثر فائدة لأنها تتمتع بقوة الحصان وثبات أقدام الحمار، ويمكنها عبور مسارات حادة وضيقة لا يمكن للأحصنة اجتيازها، وتحمل الكثير على ظهرها أيضاً. ما لم يعرفه معظم المقاتلين هو أنه في الوقت نفسه حيوان آخر غير متوقع كان يشارك في معركة مونتي كازينو مع الجيش البولندي. كان اسمه فويتجيك، وكان دباً. تم العثور على فويتجيك من قبل الجنود البولنديين في إيران حين كان دباً صغيراً، ومن ثم أصبح لا يفترق عن مجموعته. قام برفقة المجموعة بعبور العراق، سوريا، فلسطين ومصر قبل أن ينتهي به الأمر في جنوب إيطاليا. كبر معهم وأصبح بشكل رسمي جزءاً من كتيبة المدفعية. على الرغم من وجود هذا الجندي غير التقليدي وبفضل قدرات البغال، سقطت قلعة مونتي كازينو أخيراً. شارك فويتجيك في الحملة الإيطالية
وسرعان ما أصبح مشهوراً بين جيوش الحلفاء. عاش معهم ليلاً ونهاراً، شاركهم حياتهم، وأخذ دور الجندي بشكل تدريجي. تم منحه رقماً وسجلاً عسكرياً وأصبح عريفاً. العريف فويتجيك رافق الرجال في مرحلة إنعاش جنوب إيطاليا وكان يستقل الشاحنات. قيل إن من يرافقه في التنقل سيحظى بحظ جيد، وعلى الجانب الآخر من يرفض التنقل مع فويتجيك سيواجه المخاطر. شارك فويتجيك في المعركة بطريقته عن طريق تأدية دور جالب الحظ، أي أن الرجال أحبوه، أحبوا مقابلته في المساء. كان يشرب الجعة، يمضغ السجائر، كان شريك حرب حقيقياً. يبقى فويتجيك الدب الوحيد في العالم الذي خدم في الجيش خلال الحرب العالمية الثانية، وبرغم أن مغامرته كانت فريدة بالفعل، إلا أن مكان الحيوانات كجالبة حظ خلال الحرب العالمية الثانية كان عظيماً في كل الجيوش، وتنوعها كان مفاجئاً. في العام 1916 أذهلت هذه القائمة صحيفة لوميروار: هذه بعض الحيوانات: صقور الليل، قط المدفعية، طائر أبو زريق، العقعق، خنزير يعرف اسمه جيداً، قطة سوداء، كلب السرب الحكيم، حمار وثعلب طيار، وماعز بيضاء. لنقل إن هناك معايير مزدوجة، سواء كنت في الجانب الفرنسي حيث قاموا بأخذ حيوانات محلية كالقط، الكلب، القنفذ، أبو زريق، أم الجانب البريطاني حيث كان الأمر أشبه بسفينة نوح. فالكثير من القوات البريطانية عادت من الهند وأستراليا ونيوزيلندا مع الحيوانات التي وجدتها هناك. ذات يوم كان رئيس الوزراء قرب دانكيرك يتفقد قواته وكاد يواجه الأسد وجها لوجه. حافظ على رباطة جأشه، لكن الأمر كان مفاجئا على أي حال. يعتمد الأمر أيضا على ما يجده الجنود مع استمرار الصراع. أفكر في جمل كان جالب الحظ للجيش السوفيتي خلال الحرب العالمية الثانية. أراد الجنود أخذه معهم إلى برلين. كانت الفكرة هي أن يجعلوه يبصق على الرايخشتاغ كنوع من التحدي. لقد فزنا في الحرب، كنا سنواصل حتى يبصق الجمل على الرايخشتاغ. في فرنسا لم يسمح إلا للضباط بامتلاك حيوانهم الخاص، لذا غالباً ما قام الجنود بالاتفاق مع رؤسائهم بانتقاء شريك يصبح بشكل رسمي جالب الحظ للفوج أو لمجموعة الجنود المسؤولين. كان لتلك الحيوانات دور مهم في الراحة النفسية. كان وجودها لطيفاً في عالم الوحشية، ما سمح لمن حولها بالتفكير بالحياة الطبيعية التي اعتادوها من قبل والمستقبل الذي يأملون الوصول إليه. كانت حيوانات جالبة للحظ، تم إبقاؤها في الخلف نوعاً ما، وكانت تمثل من بقي منهم على قيد الحياة، إذ يمكن أن يقول الجنود لأنفسهم: ربما يحدث هذا معي أيضاً، وكان هذا يساعدهم على الصبر. حددت الحرب الفيتنامية المرحلة الأخيرة في استخدام الحيوانات الحربية. في هذا الوقت تم التفكير بمقاتل من نوع آخر، مقاتل لم يشارك سابقاً بأي حرب في القرن العشرين، ولم تكن اليابسة أو الجو بيئته. في أوائل ستينيات القرن الماضي اهتمت البحرية الأمريكية كثيراً بالثدييات البحرية. تم استخدام أسد البحر في كاليفورنيا في أول محاولة تدريبية لاسترداد معدات من البحر، لكن سرعان ما تم استبداله بحيوان يمتلك قدرات أفضل بكثير. بعد حاستي السمع والشم عند الكلاب، إتقان الحمام للاتجاهات وقوة الحصان، حاولوا هذه المرة استخدام قدرة لا يملكها إلا الدولفين، إذ اهتم الجيش بذكائه ومقدرته على الغوص، والأهم من ذلك السونار البيولوجي الاستثنائي الذي يتمتع به. حدث هذا في زمن المسلسل التلفزيوني فليبر الذي كان بدأ تواً، وكنت أعمل في الأحواض البحرية في ميامي عندما لاحظت اثنين يراقبان طوال الوقت وأنا أقوم بتدريب الدلافين،
وكانا من الاستخبارات، وأرادا التحدث معي عن كيفية تدريبي للدلافين. قاما بإطلاعي على فيلم، وكان علي توقيع وثيقة تقول إنني لن أتحدث عما رأيته ولن أفعل ذلك، لكن يمكنني أن أؤكد أن ما رأيته كان صادماً بالفعل. وعلى الفور حذى الروس حذوهم، فكروا، قاموا بالتجنيد وإجراء التجارب. وعلى الجانب الفرنسي ظهرت المشكلة بمستوى دراسة علمية، وتم توقيع عقود مع مدرسين واختصاصيي صوتيات من المدنيين لنرى ماذا يمكن أن يحدث مع الدلافين، وبشكل أساسي كيف يمكن أن يتم استخدامها في التعرف على السفن لتفادي استخدام الغواصين. كانت الفكرة هي تدريب الدلافين على أخذ الألغام ووضعها على هياكل الغواصات أو المراكب. تمكنوا من فعل ذلك، لكن المشكلة كانت أنها لم تكن دائماً قادرة على التعرف على الهياكل. لذا إن كان هناك موقف وجدت فيه سفن من كلا الجيشين المتحاربين فهناك مشكلة. تم استخدامها لتحديد أماكن الألغام، هناك كانت أكثر فاعلية، إما بين جسمين مائيين أو على أرض البحر. تمكنت الدلافين من تحديد موقع هذه الأشياء بواسطة الصدى، إذ كانت تأتي إلى السطح وتقدم التحذير. نجحت المهام الموكلة بشكل جزئي، لكن تدريب الدلافين لم يستند إلى ما مرت به حيوانات الحرب العسكرية من قبلها، بل تمت مواجهتها بنوع ذكاء مختلف ومحفزات أكثر تعقيداً. إن نظرت إلى كلب عسكري أو بوليسي، تراه ينظر مباشرة إلى عيني مدربه، فهو يحب مدربه ويسعى لإرضائه، إلا أن الأمر نفسه لا ينطبق على الدلافين. إن راقبنا بتمعن في عرض للدلافين أو في الجيش، لا ينظر الدولفين إلى عيني مدربه، وإنما إلى يديه، إلى الدلو، إلى السمك. إن فعلت هذا، هل سأحصل على العلاقة مختلفة كلياً؟ الدولفين ذكي، يلاحظ بسرعة أنه في لحظات معينة يخرج عن مراقبة الإنسان، وأنه في تلك اللحظة يعيش حياته كدولفين وينسى المهمة العسكرية. لذا سرعان ما اقتنع جنود البحرية بضرورة التزام المدرب معها، وبأنها يجب ألا تكون بمفردها، وتم التخلي عن الفكرة تماماً. على نقيض فرنسا، في منتصف الحرب الباردة، تابع الأمريكيون والروس التجارب على الجنود الدلافين، وفي فيتنام رأينا تطبيق هذا في سياق الحرب. كانت كتيبة MK6 أول كتيبة دلافين تم إرسالها خلال حرب فيتنام. لستة أشهر تم تحريكها كجنود للمساعدة على حماية المرفأ الذي تم فيه تخزين ذخيرة الجيش، منطقة حساسة تعرضت للتفجير مرات عدة. غالباً ما كان يتم ربط أنف الدلافين لمنعها من الابتعاد عن مهمتها وذهابها لتناول طعامها من دون إشراف البشر. هذه المرة تم تدريبها لرصد أي شكل من أشكال تدخل الغواصين والإسراع على الفور بالقضاء عليهم. إنها مخلوقات عجيبة قمنا بتطويرها لأجل حربنا. لا تعرف المحيط، يجب أن يتم إلغاء هذا، فهو قاس جداً، ويرسل رسالة خاطئة
لبقية العالم عن كيفية استخدام الدلافين والحيتان في الجيش لخوض حروبنا، وهذا خطأ. ما زال برنامج الدلافين موجوداً حتى يومنا هذا في الولايات المتحدة، وتم تحديد ميزانية جديدة لتجديده، ويتم التدريب بسرية تامة لتجنب احتجاجات العالم المعاصر. أما بالنسبة إلى بقية الجنود الموجودين في الظلال، فقد تغير الوضع كثيراً، إذ بات الكلب اليوم آخر حيوان حربي ما زال قيد الاستخدام بسبب قدرات الشم والسمع التي يمتلكها، والتي لم تصل التكنولوجيا إلى مثيل لها بعد. ما زالت المهام تأخذه إلى أشكال العمليات كافة، لكن علاقته الوطيدة بالإنسان أصبحت أساس تدريبه. ما زال الحصان جندياً، لكنه لم يعد يعرف الحرب، وإن لم يكن في مهمة عامة، يبقى رمزاً من الرموز الرسمية للدولة. أما بالنسبة إلى الحمام، فهي الآن عبارة عن إرث تاريخي مسؤول عن حماية ذكرى هذه الصراعات التي تركت وصمة أبدية على البشرية. ظهرت ذكرى هؤلاء الجنود الاستثنائيين بشكل تدريجي من النسيان، لكن تضحياتها تبقى مجهولة إلى حد كبير. منذ 15 عاماً افتتحت ملكة بريطانيا في لندن ما يبقى حتى اليوم أضخم نصب تذكاري تم إهداؤه لحيوانات الحرب، إذ كانت عبارة بسيطة منقوشة على النصب التذكاري. هذا النصب التذكاري مهدى لكل الحيوانات التي خدمت ونفقت خلال وقوفها إلى جانب الجيش البريطاني وقوى الحلفاء في الحروب والحملات. لم تكن تملك الخيار.